بصوا بقى، والله الخبر ده برضو ظريف جدا وغريب جدا. يعني احنا عارفين ان يعني عامة في ناس كده عندها سنس كده، لما البني ادم اللي قدامها هيبقى بيكذب بيقدروا يحسوا اذا كان بيكذب ولا لا. طبعا. بيقول لك بيبقى فيه نبرة صوت، بودي لانجويج، طريقة لجلجة في الكلام، يعني في حاجات كتير قوي كده رمشة بتخش. رعشة نظرة، عين، رعشة عين، يحس العين غربت، ايه رعشة عين دي؟ رمشة عين اسمها؟ لا، اللي هو تحس عينه بتروح وتيجي كده بلعت بسرعة، ريق مثلا، بلعت ريق، حاجات تعرق في الايد. لا والله حاجات كتير، او بيعرق كله الشخص. صح. في حاجات كتير قوي بتحصل لو اللي قدامنا بيكذب احنا نقدر نلاحظها ونعرفها، لكن انت تقدر تلاحظ او تتاكد او تعرف اذا كان اللي قدامك بيكذب عليك ولا لا من خلال رساله نصيه مكتوبه. هي دي بقى الدراسه الجديده اللي اتعملت. الحقيقه ان في دراسه اتعملت على ازاي اقدر اعرف اللي قدامي اللي على الناحيه التانيه من التليفون وبيبعت لي مسج من ورا شاشه اذا كان بيكذب ولا لا. في جامعه اسمها بريغهام يونغ عملت دراسه على 1700 شخص، طلبوا منهم انهم يردوا على اسئله هيتسالوها على الواتساب او من خلال الموبايل، ويحاولوا انهم ما يكذبوا في بعض الرسائل اللي هم بيردوا بيها او بعض الردود بتاعتهم، يحاولوا يكذبوا عشان الدراسه دي تقدر تلاحظ وهم بيكذبوا بيعملوا ايه اثناء ارسالهم للرساله. لو ايه بقى؟ لو ان الاجابات الكاذبه بتاخد وقت في الكتابه زياده 10% عن الاجابات الحقيقيه. صح. زي ما تقولوا كده ايه؟ بيفكر بيعطل. فبتاخد وقت اكتر من الاجابات الصادقه والصريحه، وان في بعض الكلمات بيستخدموها اكتر وهم بيكذبوا زي انا واحتمال وممكن. الاجابات اللي بتبقى فيها كذب بيبقى فيها الكلمات انا بعطل قوي وانا بكذب في الرسائل، بتهزري، وامسح وارجع اكتب، وامسح واسجل وامسح وارجع، وده هعمل يا رب. انا عايزه كلمه اعمل يا رب محكمه. فباخد وقت بلاحظ كده، لكن لو انت حقيقي ومش خايف ومش قلقان ومش ما عندكش حسابات هتسجل فويس نوت وتبعتها. لو في خطا ممكن تقوله لا انا ما كنتش، يعني عادي يمر الموضوع عادي، بس اللي على راسه مطحه بقى طبعا. واحتمال وممكن، بس أيوة. مش اكيد كده، عشان يبقى في مجال الهرب انه احتمال وممكن. دي دراسه حقيقيه. انا موافقه عليها. حلو. واتش ات، ما تخليش حاجه تفوتك.